السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، مرة أخرى كنقول لكم أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ربط الاتصال. ضيف اليوم كتلقى عليه الصحافة السويدية لقب أنطوني كوي المغرب، هو ممثل ومخرج سينمائي مغربي، شارك في العديد وأنتج العديد من الأفلام والمسلسلات والسيتكومات داخل المغرب. إذن بلا شك عرفته، هو الممثل القدير إدريس الروخ. إدريس الروخ ممثل ومخرج مغربي من مواليد 1968 بمدينة مكناس. حبه للتشخيص والتمثيل دفعه للدراسة بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. بغيت ندوي معاك. نقول بعدا السلام عليكم. النهار اللي جيت مسلم ما بغيتيش. بلا سلام واقيلا أحسن. ما كاين باس. كاين باس أسيدي بلا سلام. قول أش عندك يلا، أش باغي تقول؟ درية صالحة. ايه صالحة، رانا قلت لك بوك لا بغا هو يجي يخطبها. ورانا سيدي بوها يجي بو يخطبها. الدرية بلا بو حتى انا غنخطبها بلا بو. تقول لك ما عندها بو، انا راه بوها. ضيفنا لهذه الحلقة اشتغل في اعمال مختلفة منها المسرحيات التلفزية والسينمائية، واللي تألق فيها وتمكن من خلالها يوصل قلب الجمهور ويكسب شهرة كبيرة داخل وخارج المغرب. فيلم ملائكة الشيطان، مسلسل زينة وسلسلة الصفحة الأولى، كلها أعمال شارك فيها ضيفنا واللي بين من خلالها على حرفيته العالية وتمكنه من تشخيص وتقمص الأدوار. أستاذ إدريس، كيف تقضي فترة الحجر الصحي حاليا؟ لهذا الفترة اللي كان قضيها في الحجر الصحي، وتنظن بأنها فترة مهمة جدا، أولا للحد من انتشار الفيروس وأننا ننقصوا في ديورنا، وشي حاجة مهمة أننا ننقصوا ما نخرجوش، لأنه لا خرجنا على الأقل إلا خرجنا نخرجوا نديروا الكمامة ونخرجوا إلا للضرورة القصوى. إلا كان شي إرجونس كبيرة، مرض مثلا لا قدر الله، دواء الوليدات أو العائلة، أو إلا كان شي حاجة من المشتريات اللي الواحد يحاول يقلل ما أمكن يشتري المسائل اللي تقدو الأسبوع أو أسبوعين أو 10 أيام على الأقل، ثم يخرج مرات متقطع ما يخرجش دائما، يحاول ما يخرجش. المهم يحاول يجلس في دارو، يبقى في دارو مع وليداته، ولا خرج يدير الكمامة باش توقي تحضيه وتحميه وتحمي الغير، لأنه شيء مهم أننا نفكروا في الغير كما كنفكروا في راسنا، نفكروا في وليداتنا ونفكروا في الوليدات الآخرين، ونفكروا في عائلتنا ونفكروا في عائلات الآخرين. التفكير في الآخر هو تنظن مهم جدا، ويمكن يعطي النتائج ديالو والإيجابيات ديالو، خصوصا مع انتشار الفيروس الغير مرئي اللي كيقدر أنه يقيس أي واحد ويصيب أي واحد في أي مكان وفي أي زمان وبطرق مختلفة جدا. أنا كنحاول أنني نجلس في داري، ما نخش بزاف، فاش كنجلس كنبقى مع الدار في البيت مع الوليدات، كنحاول نخلقوا أجواء وفرص اللي ممكن سواء عن الدراسة أو لقراءة الكتب أو للمشاهدة أو للصلاة أو لمجموعة أشياء كثيرة، نخلقوا ألعاب، نحاولوا أننا على الأقل نعمروا الوقت ديالنا بأشياء مفيدة لنا واللي ممكن من خلالها أننا نستفدوا ونفيدوا. فنيا أستاذ إدريس، هل كانت هذه الفترة التي تتزامن ورمضان كفيلة بالإعداد لبعض الأعمال الفنية؟ بالفعل هذه الفترة كانت تتزامن مع أننا كنوجدوا أعمال سواء في التلفزيون أو أيضا في السينما، مع الأسف أنه في الوقت اللي بدأ هذا الإشكال وبدأ الحجر الصحي فتخلينا توقفنا العمل، وبالتالي خلينا حتى بعد إن شاء الله ونشوفوا فين غادي نشوفوا هذه الجائحة فين توصلنا. وبالتالي خلينا هذه الأعمال إن شاء الله بعد رمضان، ومن بعد ما نشوفوا النتائج إن شاء الله إيجابية اللي تنظن إن شاء الله ربي غادي
عن طريق هذا الاحتراز وعن طريق مجموعة ديال الأشياء، التعليمات الصحية، وإن شاء الله نتمنى أنه خيرا باش ما ينتشرش بسرعة وما ينتشرش بكثرة هذا الفيروس، وبالتالي الحمد لله لنا أننا نعود نرجعوا للأعمال ديالنا ونعودوا نرجعوا لمزاولة الشيء اللي كنبغي، وبالتالي يمكننا أننا نعود مرة أخرى للاشتغال في هذه الأعمال سواء على مستوى التلفزيون أو على مستوى السينما. كيف كانت تجربتك مع أولاد المختار التي تعرض حاليا بالقنوات المغربية؟ أولاد المختار هذه التجربة تنظن بأنها تجربة مهمة جدا، تجربة جد إيجابية، وتجربة اللي فيها جوانب متعددة على مستوى بناء الشخصية، على مستوى العلاقة ما بين الممثل والممثلين، والعلاقة ما بين الممثل والمخرجين جوج، سواء غيت القصار أو علي الطاهري، أو والتعامل مع شركة الإنتاج، التعامل مع الطاقم التقني والفني، تنظن بأنه إيجابية بواحد الشكل كبير اللي خلى أن هذا العمل يكون قوي وحاضر بقوة. والحمد لله أنه هذا المختار وعمل يدخل في إطار الأعمال التلفزيونية اللي كتهتم بالشخصيات، العلاقات الداخلية بالعمق ديالو، وبالتالي فتجربة مفيدة استفدت منها الشيء الكثير، وحاولت أنني نعطي ما أمكن بروحي وبدمي وبعلاقتي وبثقافتي وأيضا بموهبتي، ولكن الأهم هو أنني كنت وسط طاقم فني رائع جدا، ممثلين ممتازين بواحد الشكل كبير، وطاقم تقني كبير جدا وذا تجربة، وكلهم عندهم مؤهلات كبيرة جدا. كنشكر فعلا الجميع على هذا العمل، على ولاد المختار. سيدريس، شنو هو البرنامج ديالكم بعد الحجر الصحي بحول الله؟ صراحة أهم شيء بعد الحجر الصحي، لأنه كنا عايشين واحد ضغط نفسي قوي جدا، عندنا واحد نقول لك واحد ماشي هو تخوف، ولكن إحساس بأن العالم يتغير وأن الحياة تتغير، وأن العالم قبل كورونا وأثناء كورونا ليس هو العالم بعد كورونا، وبالتالي هناك أشياء كثيرة تتغير فينا وتتغير بداخلنا، ونحن نطمح إلى الأفضل، نطمح إلى عالم مختلف، عالم ليست فيه أمراض وليست فيه عوائق وليست فيه حروب وليست فيه هاد ضغوط نفسية. نأمل في أن تكون حياتنا مختلفة جدا، وخصوصا نحن نطمح أيضا إلى مغرب متطور ومختلف ومتعدد بأشكال تسمح له أن ينخرط في المنظومة العالمية بشكل كبير جدا، على مستوى الصحي وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى الثقافي وعلى مستوى الصناعي وعلى مستوى السياحي إلى غير ذلك. وتنظن بأنه هناك فرصة. بالنسبة لي شخصيا، أنا أول شيء أفكر فيه الآن صراحة لا أفكر إلا أن أزور مدينة مكناس، وأزور قبر والدتي الله يرحمها، وقبر والدي الله يرحمه، وقبر جدتي الله يرحمها. هذا أول شيء، لأنه أشياء كثيرة كترجع لها وكتفكر فيها وتظن بأنه العودة إلى الأصل، وأيضا ترحم على الناس اللي كنحبوا شيء مهم جدا بعد هذه الكارثة العظمى. سيدريس، كنعرفوك أنك محبين مدينة خريبقة وناسها، وعندك مجموعة من الذكريات، يمكن لك تحكي لينا بعض الذكريات لك مع مدينة خريبقة؟ ذكرياتي مع مدينة خريبقة هي ذكريات كثيرة، ذكريات تعمل صراحة متنوعة، فيها أنشطة ثقافية سينمائية، فيها لقاءات، فيها تصوير أعمال اللي قمت بها تلفزيونية، هناك أيضا
أصدقاء كبيرين اللي كنحترمهم، هناك أيضا لقاءات على مستوى لقاءات ثقافية، لقاءات في المسرح وفي السينما وفي الشأن الثقافي. ثم بالتالي مهرجانها مهرجان قريب سينمائي على مستوى المهرجان الفيلم الوثائقي ولا المهرجان السينمائي، بمعنى أن هناك فعلا علاقة تربطني أيضا بأصدقاء بممثلين بكتاب، تربطني علاقات قوية بأناسها بالناس ديالها، بالتالي هناك واحد صلة وثيقة بهذه المدينة اللي في الحقيقة كنتمنى لها كل الازدهار والتوفيق، كنتمنى لساكنتها كل الرقي وشكرا دائما، لان الحفاوه ديال الاستقبال ديالهم شي حاجه عظيمه جدا، كنشكركم من القلب. سي ادريس وصلنا للختام، نخلي لك واحد الكلمه للجمهور ديالك وكل المتتبعين ديالك داخل عاصمه الفوسفات وخارجها. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اول حاجه رمضان مبارك كريم، باش ما تمنيش ان شاء الله، نتمنى هذا رمضان انه يكون في احسن حال، واي مر ان شاء الله في ظروف صحيه جيده وبعيدا عن هذا الفيروس وبعيدا عن هذا الانتشار ديال هذا الفيروس، اللي نتمنوا خيرا من عند الله، ونتمنى انه بعد رمضان نعود الى حياتنا الطبيعيه ونعود الى الحياه اللي ممكن من خلالها نعوض ما فات، وتكون الأضرار والخسائر قليلة قليلة جدا، نتمنى أنها تكون غير ما تكونش توقع فينا. شكرا لك أستاذ دريس على حسن استقبال ديالك وقبول الدعوة ديال البرنامج، وانتم مشاهدينا الأعزاء كنقول لكم إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله مع ضيف آخر في الأسبوع المقبل. أجمل تحية طاقم البرنامج، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله غيفوت كل شيء، وهاد الغمة غتزول وتمشي. إن شاء الله غيفوت كل شيء، وهاد الغمة غتزول وتمشي. ما تفارقنا إلا غنجمعو كتر، واللي تعلم من هاد الأزمة ربحو كبار. إن شاء الله غيفوت كل شي، وهاد الغمة